نعم نفس الشيء، الجهل والنسيان واحد، الجهل والنسيان واحد، لكن بشرط أن يكون ممن يصدق عليه أن يكون جاهلا، يعني يصدق عليه يقال هذا يجهل، هذا يجهل. أما إذا كان مثله لا يجهل أو وجدت وسائل للفهم وهو قد تكاسل وتراخى عن السؤال فإنه يؤمر بالفدية، إن يؤمر بالفدية، لأن ليس كل جهل يعذر صاحبه به، هناك جهل لا يعذر به الجاهل، هناك جهل لا يعذر به الجاهل، سبق ذكر هذا. نعم. ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر، ويحرم قطع شجره، الضمير في شجره يعود إلى الحرم، يعود إلى الحرم، لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعضد شوكها، في لفظ شجرها، لا يعضد شجرها يعني لا يقطع، لا يقطع ولا يختلى خلاها. ما معنى خلاها؟ هو الحشيش الأخضر الذي ينتفع به، لا يختلى خلاه يعني الحشيش الحي، أما اليابس فيجوز. لماذا؟ لأنه في حكم الميت، في حكم الميت، يعني لو أن حشيشا داخل الحرم يابسا فإنه يجوز أن يأخذه الحلال والمحرم. لماذا؟ لأنه في حكم المعدوم، في حكم الميت، والمعدوم حسا كالمعدوم شرعا، كالمعدوم شرعا. ولذلك بالنسبة للشجر والزرع الذي داخل حدود الحرم على أقسام، أولا ما زرعه الإنسان بنفسه من غير الشجر، ما حكم أخذه؟ ها؟ جائز بالإجماع، يعني شخص الآن في بيته داخل حدود الحرم أو مزرعته يزرع، يزرع الورقيات، يزرع أي شيء، ها؟ يجوز له أن يأخذ هذا الزرع. طيب بالنسبة للشجر، لو زرع شجرا داخل حدود الحرم فهل يجوز له أن يأخذه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يعضد شجرها، هذه مسألة خلافية، والصواب نعم يجوز، لو زرع نخلة مثلا أو زرع أي نوع من أنواع الشجر فإنه يجوز له أن ينتفع بها بالقطع وغير ذلك. الأمر الثالث بالنسبة للشجر الميت أو الورق الميت مثل الحشائش، هذه يجوز أخذها بالاتفاق، وذلك لأنها في حكم الميت. بقي عندنا الشجر الذي نبت بغير فعل الإنسان، الذي نبت بغير فعل الإنسان، هل يجوز أخذه أم لا؟ الجواب أنه لا يجوز أخذه، لا يجوز أخذه ما دام أنه في حدود الحرم، وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها، يعني ما نبت بغير فعل الإنسان. وكل ما نبت بغير فعل الإنسان من الأشجار أو من الزروع فإنه لا يجوز أخذه. طيب بالنسبة لإطعام البهائم منه، هل يجوز أن يطلق للبهائم الحبل على الغارب فترتع في هذا الزرع الذي نبت بغير فعل الإنسان؟ هذه مسألة خلافية، الجواب الصحيح بأنه يجوز ذلك، لأنه ما ثبت عن أحد من الصحابة أبدا أنه كان يكمم فم ناقته أو دابته ويمنعها من الرعي، بل إن ابن عباس رضي الله عنه في الحديث الذي نذكره دائما في أبواب الصلاة قال أتيت على أتان، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وأنا على أتان، قال فتركتها ترتع، قد مرت ببعض الصف، وكانت هذه الواقعة أين؟ في منى، كانت في منى، ومنى في حدود الحرم، داخل حدود الحرم، إذن يجوز.